سلام عليكم وبركاته، معكم ام كامل او محمود كامل. اوكي يا شباب، طيب النهارده انا حاولت وفكرت كتير ان انا انهي الموضوع بتاع الكائن الفضائي، ولكن او مش كائن فضائي او حد من صحابنا وبيزولنا وبيعمل معانا الحوار دوت عشان خاطر يعني فاهم ان هو مبطل يوتيوب او ياخد قناتنا وبالطريقه يا شباب، ولكن احنا بنحاول ان احنا نبعده عننا وبالطريقه وقتك صح وقت شباب وضع الطيران بس اوكي. طب يا شباب، فانا حاولت ان انا ابعد الكائن ده او صاحبي ده عني بحيث ان هو ما يعمليش مشاكل، خطف صاحبي، هددني برسائل وعمل كل اللي انتوا شفتوه في الفيديوهات. طبعا انا بدات استوعب الموضوع دلوقتي وبدات اعرف ان بيقولوا لك بقى فضائي ودي ممكن تكون اشباح وممكن ما يكونش حد من صحابك او ممكن يكون جن. انا عمري ما بصدق الحاجات ديت، والحاجات ديت يا شباب ما بتبقاش اصلا في خيالي ولا بفكر فيها ولا بخاف منها ولا عمري اصلا فكرت ان يبقى في مثلا شبح جنبي في الاوضه او في شبح قريب مني. عمري اصلا ما بفكرش في الحاجات دي ابدا. انا دايما وانا قدام الكاميرا لازم انا ابقى عفوي وان انا بتكلم بعفويه، فانا لو كدبت في حاجه بتبان عليا، فمنه في دبانه معديه. فمنسوش تضغطوا لايك دلوقتي، انزل دلوقتي اضغط لايك، عايزين نوصل المقطع ده 20000 لايك. لو انت اول مره تشوف الخلقه ديت ام كامل، اسمي محمود كامل، عندي 17 سنه، انستغرام قدامك على الشاشه، روح اعمل لي فولو هناك او رابط تحت في الديسكربشن، انزل اضغط لايك واعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه، الزر الاحمر ده اتك عليه وفعل زر الاشعارات. طيب يا شباب، النهارده هنعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده الفكره الاسطوريه، بس ابص على نفسي هنا كده تمام. اوكي يا شباب، النهارده فكره اسطوريه. النهارده بما اني فكرت كده وقعدت مع نفسي بخمخت كده يا شباب، وقلت بقى حاجه لازم اعملها شباب، انا لازم اخد القرار النهائي اني مثلا اعرف جنس الكائن ده. يعني اذا كان فضائي يبقى على جنب، اذا كان جن او شبح يبقى على جنب ونعرف اذا كان جن او شبح، او اذا كان حد من صحابنا وبيزولنا، وده اللي بان في الفيديو اللي فات ان هو كان لابس قناع. فانا اول ما شفت القناع ده عرفت 100% ان هو ممكن يكون حد من صحابنا وبيزولنا، ولكن يا جدعان اكتر حاجه خلتنا نشك ان هو جن او شبح، بحيث ان انا بعد ما نزلت ما بتلاقيش الحاجه دي، ما بتلاقيش في مكانها خالص. يعني عمرك يعني انت لو نزلت المفروض تلاقي صاحبك، اول ما تنزل كده تلاقيه على السلم تشوفه قدامك، ما هو السلم ما فيش حاجه قدامك خلاص، ولا في باب بيتفتح ولا حاجه، لا بتنزل بتلاقيه اختفى ولابس قناع. فهو الموضوع في كده كان مخليني متلخبط جدا وما كنتش عارف اعمل اي حاجه الفترات اللي فاتت، والفتره ديت الصراحه المفروض ان انا في ثالثه ثانوي اهتم بمذاكرتي اكتر من القناه واكتر من اي حاجه، ولكن انا الصراحه بحب ان انا اقدم محتوى، احب ان اكون كونكت كوريكتور. بتكلم بشكل كده مش طبيعي. دام مان. اوكي يا شباب، طب دلوقتي انت هتقول لي يا مكمل ايه فكره المقطع؟ زي ما قريت في العنوان بالظبط، انا هحاول ان انا اجيب تطبيق من على الابل ستور، كنت اقول لك واتساب، من على الابل ستور او على المتجر بلاي بالنسبه لكم، تطبيق لكشف الاشباح والجن، واشوف المكان عندنا في البيت بالكامل، واشوف هل في حد قريب مني من ناحيه جن او شبح، بحيث الشباب ان لو ما فيش والله البتاعه اتحركت، انا خفت. بقول لك مش امن بالحاجات ديت، وفي حاجات اتحركت كده. اوكي، فانا دلوقتي شباب في تطبيق معايا على الموبايل، دلوقتي هفتح الموبايل. اوكي ويا شباب هندخل دلوقتي على المكان ده. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي في المكان في التطبيقات الاسطوريه اهو. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين دلوقتي عندكم هنا امونج اس، وعندكم هنا كام لعبه كمان، هي التطبيقين دولت يا شباب، شايفين التطبيقين دولت. اوكي هندخل نجربهم يا شباب وهنشوف هل في شبح مثلا موجود عندنا في البيت جنبي هنا قريب مني، المهم هل في حد قريب مننا من هنا او لا، او شبح بقى جن، هنشوف الاماكن بتاعته هل التطبيق ده ثق او لا. فهو ده اللي حبيت اجربه معاكم في مقطع النهارده. فبسم الله الرحمن الرحيم، جاهزين يا شباب، هندخل على التطبيق الاولاني، وهو تطبيق مش عارف اسمه الصراحه، ولكن هو حاجه اسمها ريل جاست اسبكتير، حاجه زي كده. اوكي يا شباب، زي ما شايفين التطبيق اشتغل. اوكي التطبيق اشتغل زي ما انتم شايفين اهوت، جايب كده حاجات غريبه الصراحه، انا مش عارف ايه ده. اوكي المفروض ان هو دلوقتي بيكشف لي مكان شبح، اذا كان مثلا في الويست او النورث او يعني شمال جنوب شرق غرب، بيقول لي ويتنج فور ووردز، استنى يعني النتائج وكده. الشباب انا ما عنديش مشكله، انا اشيل السماعه اهو. اوكي شكلي رجعت ام كامل كده. اوكي شباب نلبس الزعبوط عشان الموضوع يبقى حلو. اوكي يا شباب، المؤشرات بدات ترتفع. اوكي شوفوا المؤشرات بدات ترتفع عن الاول، تمام. مش عارف بس هل ده صح ولا لا، الصراحه انا ما بعتمدش على حاجه زي كده عشان تبقوا عارفين، ولكن انا عندي يعني ايه ده في حاجه ظهرت على الخريطه هنا اهي، هنا اهي، والله اهي 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 اهي. وات كذب يا شباب، كذب، علامة حمراء. اوكي نشوفها تاني.
اوكي هي راحت فين؟ هي اختفت 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 اختفت. عندنا عفريت في البيت، عندنا عفريت في البيت. لا لا يا شباب، اقسم بالله ظهر واختفى، ويمين بالله والله العظيم والله العظيم في حاجه كانت لونها بني فاتح او احمر فاتح، مش عارف والله شباب اللون بالظبط، ولكن ظهر واختفى. المفروض ان ده التطبيق بيقول لك ان هو حقيقي بنسبه 100% ريل جاست مش عارف ايه كده. اوكي مش عارف، بس هو انا خايف جدا شايف لان في حاجه ظهرت واختفت. ريلاكس يا مكمل. اوكي شباب هندخل على التطبيق التاني، والتطبيق التاني بيقول لك انه مثلا هيعرفك مكان العفريت دوت وبالصوت وبالصوره، يعني المفروض بص. اوكي التطبيق بيشتغل ستارت. اوكي اوكي شباب انا دلوقتي دخلت على التطبيق اللي بعده، وهنشوف البيت عندنا هل في حاجه ولا لا، او زي ما انتم شايفين في الكاميرا مفيش اي حاجه، والتطبيق المفروض ان هو بيبحث تحت اهو زي ما انتم شايفين، ولكن انا الصراحه مش متاكد 100%، فانا هشوف الشقه متبهدله طبعا، فمش عايز نكمل. اوكي والله خفت من الشنطه، خفت من الشنطه انا يا شباب والله. اوكي يلا بسم الله نكمل. اوكي اوكي هما بيمشوا على الحيطان مثلا. انا قاعد في الله وخايف جدا اقسم بالله. اوكي في حد عند الكمبيوتر المكان اللي هنا. اوكي اوكي ghost signal acquired. يعني بيقول لي تعالى هنا. اوكي شباب بيقول لي تعالى هنا شباب شباب، في سهم ظاهر كده. طب الو الو شباب لوست شباب انا خايف اقسم بالله. الو انا خايف انا خايف. اوكي حتى الان ما فيش حاجه. بيقول لي تحت في سهم، تحت في سهم بيقول لي امشي كده. اوكي انا لفيت الاوضه كلها حرفيا ما فيش حاجه. هل مثلا هما بيكذبوا عليا ولا ايه؟ اوكي يا شباب بقول لكم ايه، تعالوا نشوف فوق على السلم. اوكي في المكان الضلمه اللي فوق، المكان اللي احنا كل مره بنطلعه. اوكي شباب بيقول لك ان في حاجة. اسكا كويس وات از ذا نيم. ايه يا شباب في شبح ممكن اسأله اسئلة. اوكي واتس يور نيم ريسبونس ريسبونس مش فاهم. I am Maria, it's so nice to meet you. شباب في شباب معايا في الأوضة. لا شباب أقسم بالله بكلمه. اوكي 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 transmitting بيترجم له بيترجم له يا شباب بيترجم له. اوكي 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 response. اوكي translating I am breathing to myself with fire. لا يا شباب بيقول لك نو من جنس. لا يا شباب انا خفت انا خفت خد انا خفت انا خفت. وير ديد يو ليف؟ لماذا تعيش؟ اوكي يا شباب هيترجم دلوقتي. اوكي 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 ترانسليتنج ماي ترافلز هاف تو ليد من يونج. شباب انا بكلم الجن دلوقتي انتوا متخيلين؟ اوكي ار يو جود اور ايفل. اوكي يا شباب دلوقتي انا بساله انت كويس ولا شرير. اوكي بيترجم. اوكي يا شباب بيترجم له. اوكي وات ايه ده كله
poor love is always hides from godness. لا يا شباب شباب اقفل اقفل التطبيق اقفل اقفل امسح امسح امسح. شباب انتوا شفتوا اللي حصل وشفتوا كل حاجة. شباب انا مش عايز اجرب الحاجات دي تاني. محدش يقول لي يا مكمل، انا بحسب الموبايل لسه شغال. محدش يقول لي يا مكمل جرب الحاجات دي تاني، انا مش هجرب الحاجات دي تاني يا شباب وخلاص. انا هنهي الموضوع ده على كده، وممكن نجرب البتاع ده في البيت المهجور هناك. فشباب لو عايزين نجرب اللي اسمه ايه التطبيق ده هناك يا شباب في البيت التاني، اكتبوا لنا تحت في الكومنتات وما تنسوش اللايك والاشتراك وبس. سلام. انا خايف جدا اقسم بالله انا